لازار أنجلوف بلغاري الجنسية. لازار كان حلمه يكون لاعب كرة سلة مشهور، لكن وهو بيخدم بلده في الجيش اتعرف على لعبة كمال الأجسام وأدمنها. لازار بقى أشهر شخص في العالم كله في مجال كمال الأجسام والفتنس، وكمان ليه شعبية كبيرة وخاصة جدا في مصر. Well, I like it because I'm tired, really tired of bodybuilding competitions because most of the people don't like them. And this is something new that people may like. It's a really great idea. Lazar Angelov. Are you ready for the show?